ماشي زي الموقف، نطلع بالموقف ونمشي. خلاص يا معلم. مش معالي الوزير حلاوي؟ زبطي ده مدام، رجع لي ورا زبطي. نعم رجع لي ورا. ايه رجع لي ورا معالي الوزير. انت شرف لك انشانتيان تاتي. يجي بحبك. ميرسي. بنطلعك منقطع على الاخبار كل ليله، بس تبلشوا بحبكم كثير يا عمي. انتوا شو هالسياسيين، شو عم تعملوا فينا يا عمي؟ شو عم تبسطوا الشعب؟ شو عم تبسطوا الشعب هالقرارات عم تتخذوها بتطرقونا اياهم واحد ورا الثاني؟ شو عم تبسطونا؟ كثير كثير عم تبسطوا الشعب، بتجنن. بتجننوا كثير كثير عم تبسطونا من كل الجهات، طق طق واحد ورا. بس هذا اخر واحد وجعتونا، هذا تبع التي في ار، هيدا بوجع كيف؟ هلا صحيح انه طلعت صرخه الشعب، بس وجع على بسط. لا 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 كثير كثير عم تبسطونا كثير. كيف يعني؟ كثير عم تبسطونا. طب معالي الوزير ما بتخافوا من السيدة؟ السيدة؟ ايه يعني انتم مثلا عم تمصوا دم هالشعب بدون ما تعملوا تيست وفحوصات دم، بلكي واحد لقط فيروس. لا نسيت عرفك على حالي، سوري. فادي الشريقه ا بوزيتيف، وجوزي ا بوزيتيف، وكل العائله ا بوزيتيف. فاذا بتشرفنا شي نهار شخصيا حضرتك بتوصلنا دمنا بالبيت، هذا شرف لنا. مدام عم نقول لك انه رجع له. يا معالي الوزير، بس تعملوا هالجلسات، سيلي بس تعملوا الجلسات، ما في اخطر منكم. انا بقول له لجوزي سكتوا سكتوا، بحط البوب كورن بقعد بحضرهم. شو شي بيعرف شو مهضومين، شي بيعرف شو بتبدعوا، شو بيعرف شو حلو هالبلد وهالبرود الاعصاب. بيطلعوا بتكذبوا بكل بروده ولا اهضم من هيك. شو باردين كثير، باردين كثير. انا من عين الحكيم عنكم بالشتاء، لانه عم تعملوا لي وجع عزلين، برونشيت عم بيسقط على الكليبه. بس هلا بالصيف بنبول على برودتكم. بتجنن. معالي الوزير عن جد انت كتير عالي بنظري. ميرسي. تستاهل. انا بنظري بنظر كل رفقاتي نحن والشعب، حضرتك كتير عالي بنظرنا. يعني ما بفهم ليش بسموك ما عالي الوزير، بالعكس انا بلاقيك عالي كتير. ليش ما عالي؟ ما انك واطي يعني عالي الوزير لازم يقول، مش ما عالي الوزير. بدك توعدني شي نهار اذا بدك حبيبي عم بحكي معك. يا عم حرام على اسنانه. دبر راسه. اذا شي نهار تجي تتغدى عندي صحيح عن جد صير يعني جراند سيربريز لكل العائله. وجبتنا بليز عزمتك على صحن ملوخيه غير شكل. ملوخيه؟ ايه. ليش ملوخيه؟ لانه الملوخيه بتكون خضره من يبسها، ما انتم معودين على الاخضر واليابس. خلاص شوفوا اذا تعزك اتمتعت وعدني. خلاص واحد. خلاص تلفل لك بدل شريقه مع الوزير بعزمك، مش بتنساني؟ لا ولو ما بتذكرني. بتذكرك اكيد اكيد. شو بأكد لي؟ وحياتي. ايه لا ما بصدق. هيدي بس مشيت تبقى تتذكرني. يا مدام شو عم قلت؟ شو حبيبي ما بتفهم انت؟ يلا باي. في سنة هون على السجادة، شوفوا لمين. يلا باي.